أنا نتابع هذه الصور المباشرة التي تأتينا من ميناء جدة السعودي على البحر الأحمر لوصول رعايا عرب وأجانب تم إجلاؤهم من السودان من ميناء بورت سودان. للمزيد ينضم إلينا من هناك من جدة أو من الرياض عفوا مراسلنا علي الشريف. علي، تحدثنا معك قبل ساعة عند وصول هذه السفينة، قلت لنا أنها تحمل رعايا سعوديين وأجانب، ماذا في بقية التفاصيل؟ تفضل. نعم يوسف، بالفعل يعني هذه السفينة هي تحمل على متنها رعايا سعوديين ويقدر عددهم بحوالي 10 مواطنين وكذلك 189 شخصا من جنسيات مختلفة، من بينهم جنسية الولايات المتحدة الأمريكية، مواطني الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والسويد وكذلك إيطاليا، بالإضافة إلى عدد من الدول العربية منها قطر وسوريا والعراق. كانوا على متن سفينة جلالة الملك ينبو. هذه القافلة تعتبر الدفعة الثانية من عملية إجلاء الرعايا المتواجدين في السودان. المملكة العربية السعودية كانت قد شكلت لجنة أو خلية أزمة لمتابعة أحوال الرعايا السعوديين منذ اليوم الأول. اليوم الأول كان هناك طائرة كانت قد حطت في مطار الخرطوم، وقد تعرض هذه الطائرة إلى أضرار وتم نقل طاقم هذه الطائرة إلى السودان. بعد ذلك توافدت الطلبات من المواطنين المتواجدين في الخرطوم وتم حصر هؤلاء، بالإضافة إلى عدد من طلبات الإجلاء من عدد من الجنسيات. تم تشكيل لجنة ميدانية نقلت هؤلاء الرعايا من السودان إلى ميناء بورت سودان برا، وكان هناك أطقم حماية من قبل الجيش السوداني. بعد ذلك تم نقلهم عبر فرقاطات تم تخصيصها. أيضا هناك عدد من عمليات الإجلاء التي تمت عبر مطار بورت سودان جوا، وهي لعدد من الدبلوماسيين من كوريا الجنوبية. كذلك السفير السعودي يؤكد على أن هناك لا تزال هناك طلبات تتوافد إلى السفارة السعودية لعمليات الإجراء. عدد من الدول شكرت المملكة العربية السعودية على عمليات الإجلاء، وكذلك المملكة العربية السعودية تعمل بمسارين منذ بدء الأزمة، مسار إنساني وهو إجلاء الرعاية، وكذلك مسار سياسي عبر الاتصالات المكثفة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة والدول الصديقة لبحث الأزمة السودانية، وكذلك من ضمنها وقف الاقتتال والعودة إلى طاولة الحوار وتأمين ممرات إنسانية لضمان سلامة الرعايا المتواجدين في الخرطوم. نعم يوسف. شكرا جزيلا لمراسلنا علي الشريف من الرياض.